السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، من صحن أبي الفضل العباس عليه السلام نحييكم ونلقاكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صدى الكفيل، ونبدأه بفقرة التقارير الإخبارية، فابقوا معنا. بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات، نظم مركز الكفيل للصحة والسلامة العامة برنامجاً ثقافياً لمجموعة من نزلاء مركز تأهيل مدمني المخدرات في محافظة كربلاء بهدف تشجيعهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية. التفاصيل في هذا التقرير. للمساهمة في تأهيل مدمني المخدرات وتعافيهم، نظم مركز الكفيل للصحة والسلامة العامة في العتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء برنامجاً ثقافياً للنزلاء في مركز تأهيل المدمنين في المحافظة. احنا جينا نريد نعيد لهم الحياة، نريد ننمي الشغلات الإيجابية، ننسيهم الشغلات السلبية، ننمي عندهم قدراتهم الدينية، قدراتهم الفكرية، قدراتهم حتى الحرفية. نعلمهم إذا عدى حرفة نحاول ننميها، إذا عدى مثلا شغلات بالدين الوازع الديني نحاول ننميه أكثر عنده، وحتى بعض نعلمهم بعض الإلقاء، الشعر، القرآن الكريم. الحد من هاي الظاهرة من خلال إقامة ورش بكل أصنافها، نجارة، حدادة، الرسم، أيضا دورات توعوية تثقيفية من خلال المشايخ اللي حضروا اليوم مع الوفد. طبعا هاي لها تأثير نفسي ورفع روح المواطنة لدى الموجودين النزلاء عندنا. البرنامج تضمن مجموعة من الورش الدينية والفكرية والثقافية والأعمال اليدوية بهدف تنمية قابليات النزلاء وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. واصلت جمعية العميد العلمية استعداداتها لمناقشة البحوث والأفكار التي ستطرحها في مهرجاناتها ومؤتمراتها العلمية من خلال عقد اجتماعات مكثفة بحضور مختصين بهذا المجال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بهدف تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة، عقدت جمعية العميد العلمية والفكرية اجتماعاً لمناقشة التحضيرات الخاصة بمؤتمراتها العلمية، واستعرضت الاستعدادات لمؤتمر فتوى الدفاع المقدس الدولي الخامس. مؤتمر فتوى الدفاع المقدس هو أولى فقرات اللي نوقشت هذا اليوم لقرب موعد المؤتمر، يعني باقي الأسبوعين يوم 6-7. حددنا المحاور الأساسية في المؤتمر وحددنا رؤساء الجلسات، وهي جلسة بحثية واحدة، وحددنا بحث الافتتاح والبحوث التي ستلقى في المؤتمر إن شاء الله. الاجتماع شهد حضور مختصين من الجمعية تباحثوا حول التحضيرات الخاصة بأسبوع الإمامة الدولي الثاني وعدد من الملفات لترجمة رؤية الجمعية في تسليط الضوء على سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام وإحياء أمرهم عبر إتاحة الفرصة للباحثين في عرض نتاجاتهم الفكرية. كانت استعدادات قسم الشعائر والمواكب لاستقبال شهري محرم وصفر مبكرة هذا العام عبر إصدار البطاقات التعريفية لمواكب العزاء والهيئات الخدمية لضمان سلامتهم وسهولة حركتهم أثناء الزيارة المليونية. مزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. استعدادا لشهري محرم وصفر، بدأ قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية تحضيراته المبكرة هذا العام عبر إصدار بطاقات تعريفية للمواكب العزائية والهيئات الخدمية. تنقسم هذه المهام إلى عدة أقسام، هي بها الجنب الإدارية والجنب الميدانية الفنية. كما تعرفون هناك سلسلة إدارية متبعة في قسم المواكب ابتداء من إدارة القسم والهيكلية الإدارية مالتها وصولا إلى المحافظات ووجود الممثليات في كل محافظة والوحدات الإدارية. من خلال هذه الممثليات والوحدات الإدارية التابعة لهذا القسم
لتسهيل عملية نزول المواكب وإداء الخدمة. المواكب تنقسم إلى قسمين، هي مواكب خدمية ومواكب عزاء. القسم ومنذ افتتاحه بعد 2003 يشرف على تنظيم الشعائر الحسينية وتسجيل المواكب والهيئات الخدمية، ويسهم في توجيه الإرشادات للحفاظ على سلامة الزائرين، ويقدم خدماته لـ 12500 موكب عزائي وخدمي، وله ممثلية في كل محافظة. كان لمعهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي دور بارز في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومعرفياً عبر توفير بيئة مناسبة لهم وبإشراف كوادر مختصة بهذا الشأن. للمزيد تابعوا معنا هذا التقرير. من أجل تأهيل الأطفال وتمكينهم في تبوؤ مكانهم المناسب في المجتمع، يعمل معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي التابع لقسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة على تهيئة الأطفال نفسياً واجتماعياً ومعرفياً. الهدف الرئيسي لإنشاء معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي هو انطلاقاً من رؤية المعهد، هو تأهيل الأطفال نفسياً واجتماعياً ومعرفياً. هذا الهدف كان أنه أغلب الأطفال اللي يعانون من مشاكل النطق والكلام هم يعني ينحرمون من تسجيلهم في المدارس الاعتيادية وكذلك في مرحلة رياض الأطفال. جاء هذا المعهد كباكورة أمل لأولياء الأمور. المعهد يهيئ بيئة نموذجية داعمة للأطفال الذين يعانون من مشاكل السمع والنطق، ويسير وفق خطة لتشخيص اضطرابات التواصل وعلاجها وبإشراف مجموعة من المختصين والمختصات، بغية إعداد أطفال قادرين على مواكبة أقرانهم في المجتمع. إلى هنا انتهت فقرتنا الإخبارية، فاصل ونواصل بعدها باقي فقراتنا المتنوعة، فابقوا معنا. وصلنا وإياكم إلى فقرة عطر الهداية التي سيوضح فيها وكيل المرجعية الدينية أحد المواضيع الاجتماعية المهمة التي طرحت سابقاً في خطب الجمعة، لننتفع بما فيها من إرشادات مهمة في حياتنا العامة. نتمنى لكم طيب الاستماع والمشاهدة. حالة الاحتكام، تعرفون هناك مشاكل احتكاك، طفل من هنا، شاب من هنا، شيخ من هناك، تحدث حالة من الاحتكاك كما هي لا تخلو من أي مجتمع. لكن هذا الاحتكاك الموجود الآن هي حالة من الاحتكام التي لا تحل إلا بمبالغ مجحفة، بحيث أصبح الموضوع لا يغلق إلا بأموال طائلة،
وأصبح من يتصيد افتعال هذه المشاكل لغرض الاستفادة المادية بطريقة أو بأخرى، وأصبح هذا الموضوع الآن هو مادي بحت. يعز علينا أن هذه القيم والمآثر الحميدة تتحول إلى جانب مادي، تتحول إلى سلوك لا يعرف إلا المادة، وأصبحت هذه الحالة هي حالة سائدة وإن قلت لكن سائدة في مواطن، بحيث لا يمكن أن تحل إلا بمبالغ مجحفة مجحفة جدا. أنا أحب أن أبين موقفا شرعيا أن هذه المبالغ أغلبها أكل مال بالباطل، ومن الجميل جدا أن الإنسان يتثقف في الجانب الفقهي ويسأل على أن هذا الجانب المادي المثقل ما هو وجهه الشرعي في ذلك. نعم، وجهاء القوم يحاولون أن يلملموا المشكلة، ويمكن أن يتصالح أو تتصالح الأطراف ببعض مال أقل ما يكون في الجانب الشرعي، يصالح بين الأطراف بشكل حتى يطفئ النائرة ويطفئ الفتنة. أما أن تتحول المسألة إلى جهة مادية بحتة، ومن يدفع بهذا الاتجاه ومن يدفع، حقيقة هذا خلاف المآثر الحميدة والمسموعات على تلك الأصول الجيدة التي تربت عليها العشائر. خلف كل صورة حكاية، وكل حكاية تروي ملحمة خدمية لخدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. وفقرتنا التالية تحمل عنوان صورة وتعليق، تختص بآخر أعمال العتبة العباسية المقدسة، لنتابع معا. لحظات ضوئية هي فقرة فنية تسلط الضوء على نتاج أنامل مصوري العتبة العباسية المقدسة، لتنقل لنا عددا من المشاهد الصورية الجميلة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. دأبت العتبة العباسية المقدسة في جميع مشاريعها على مواصلة تقديم كل ما يلزم لخدمة المجتمع، وفقرة خدام ستعرفنا على أحد تلك الجهات التي تستحق الإشادة، لنتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء من رؤية العتبة العباسية المقدسة وانطلاقا من توجيهات سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي، جاء التوجيه بضرورة افتتاح قسم التطوير والتنمية المستدامة لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين والعاملين في مؤسسات العتبة العباسية المقدسة. بناء على هذا التوجيه تم تشكيل فريق وإعداد مجموعة من الملاكات والكوادر الخاصة والعاملين
العاملة في هذا القسم لتقديم أفضل الخدمات لمؤسسات العتبة العباسية المقدسة والعاملين فيها. الرؤية الأساسية لهذا القسم هو تبذل أفضل الخدمات، تقديم أفضل الخدمات في المؤسسة، وبالنتيجة رفع مستوى الأداء لدى العاملين في العتبة العباسية المقدسة وأقسامها والعاملين في هذه المؤسسة وكذلك المؤسسات المرتبطة بها، لتقديم أفضل الخدمات للعاملين للزائرين في العتبة العباسية المقدسة، انطلاقا من الحديث الشريف الذي يقول من تساوى يومه فهو مقبول. القسم يعمل على اتجاهين بسيطين، الاتجاه الأول هو تطوير الملاكات اللي موجودة والأقسام، والاتجاه الآخر هو اتجاه التدريب. جانب التطوير يأخذ على عاتقه إعداد خطط لأقسام العتبة العباسية المقدسة وتطوير الملاكات اللي موجودة، فأخذ على عاتقه وضع هياكل ومخططات وتنفيذ هذه المخططات. الاتجاه الآخر كان هو الجانب التدريبي، واللي أخذ على عاتقه تدريب الملاكات العاملة في العتبة العباسية المقدسة وأقسامها وكذلك الجهات التابعة لهذه المؤسسة. ابتدأ التدريب في مجموعة برامج متقدمة ورائعة وعالية المستوى، باعتبار ابتدأنا من المستويات البسيطة في العتبة العباسية المقدسة وانطلقنا للمستوى المتوسط وكذلك وصولا إلى المستوى الأعلى في الإدارة للعتبة العباسية المقدسة. لدينا مجموعة من البرامج التدريبية كانت مقسمة للفئات اللي موجودة لأقسام العتبة العباسية المقدسة. هناك برامج مخصصة وهناك برامج عامة وهناك برامج خاصة بالجانب الإداري والجانب التطويري. هذا ما جاء في توجيهات المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة بضرورة إيجاد هذا القسم. نطمح في هذا القسم إلى تقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى أداء المنتسبين والعاملين في العتبة العباسية المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات في العتبة وصولا إلى مستوى مرموق كما يطمح إليه صاحب المرقة الشريف ولنيل رضا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونأمل أن نكون من خدمة العتبة العباسية المقدسة المرضي عنهم إن شاء الله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، الشكر والتقدير لكم مشاهدين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ونلقاكم بحلقة أخرى من برنامجكم صدى الكفيل. تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، دمتم في أمان الله وحفظه.